أمي كيفك؟ شو عم تبكي؟ لا بنتي، تأثرت شوي من بيع بلح البحر بشوارع الدير لمطعم على الساحل بقلب البلد، ومع بنتي كمان تقبري قلبي. بلا هالكلام هلا، شوفي شو اشتريت. فرجيني. شفته على الواجهة وعجبني كتير. حلو، رح يطلع كتير حلو، مو هيك؟ حلو بنتي، عن جد كتير حلو. انتي بلشتي بصف الطاولات؟ امي ليش ما بتردي علي؟ قلتلك انطريني مشان نشتغل مع بعض. ما بعرف بنتي، لما شفتك تأخرتي قلت بشتغل كم شغلة ورتبت كم طاولة، قلت بشوف كيف بيطلعوا. انتي ليش تأخرتي؟ ما في شي، كان عندي شوية شغل. يلا يلا، عنا شغل كتير لازم نفتح خلال يومين. ليش مستعجلة بنتي؟ ماني مستعجلة امي، بس ما ضل عندي صبر كتير، بدي نخلص بسرعة. وين بدي علق هاد امي؟ ما بعرف بنتي، انا ما بفهم بهالامور كتير. وانا ما بفهم فيهم، كيف بدي علقه؟ بدنا عامل كهربا. ايه احسن هيك، اصلا القاطع دائما عم ينزل بلا ما يصير حريق لا سمح الله. يعطيكم العافيه. من وين طلع لنا هاد هلا؟ ما حكيتي مع فورال؟ شو في كنجار؟ ما كان بدي ازعجكم ست هازل، اجيت لشوف اذا كنتم محتاجين اي شيء. يمكن محتاجين؟ لا مو محتاجين لشي، روح خليك بشغلك. هذا شغلي عن جد، انا بفهم بالكهرباء، بعدين يلي ما بيعرف فيها بتكون خطرة عليه. ومثل ما سمعت عم تقولي القاطع معطل، انا رح اعلق هاد وبعدها بشوف القاطع. بعد اذنك ست هازل. صحيح في شي كماشي او قلم فاحص؟ وبدي لزق كهرباء كمان. في كم غرض بالمطبخ رح جيبن. طلعت بتشتغل شغل تاني غير الحراسة، فاجأتني والله. طبعا لأني بشتغل عند السيد فورال، فكرتيني خريج مدرسة ابتدائية. أنا تركت الهندسة الإلكترونية من السنة الثالثة، اضطريت أتركها مشان أصرف على البيت لأنه أبي توفى، مشان أصرف على أخواتي اضطريت أشتغل. كنت أشتغل بالكهرباء بإنشاءات عيلة دمير أغلو، بعدين تعرفت على السيد فورال وبتعرف الباقي. ما بعرف الباقي، مجهول. عن جد فاجأتني، بس طبعاً زعلت على وضعك. لقيت هدول بصيروا يسلموا، هنيك في سلم رح جيبه وأجي. معك حق يا خانم، في مشكلة بالقاطع، كان ممكن يصير حريق بالمطعم، لازم نغيره. هون في محل ببيع أدوات كهرباء، رح روح جيب العدة وإجي. يسلموا إيديك، من وين طلعت لك هالشغلة؟ استغفر الله، شو هالحكي هاد؟ ولو عم بعمل واجبي. يلا راجع. هازال تقريباً رح خلص هدول يلي بين إيدي، لسه عنا شغل كتير وترتيب للرفوف. طيب أنا رح كمل هدول وإنت ضبي المطبخ. ماشي بنتي. يعطيك العافية، هازال دمير أغلو؟ تفضل. أنا في هذا الطرد لحضرتك. طرد شو؟ ظرف مبعوث لحضرتك ست هازال. ومن مين هالظرف؟ المرسل مو كاتب معلومات لأنه إرسال خاص، ما فيني شوف الاسم، ممكن توقعي لي هون؟ يعطيك العافية. الله معك. Thank you.
طلبتي مني دليل بتلاقيهم. إذا عن جد كان بدك تعرفي شو صار مع ناز، كوني بكرة بباكير سيبا الساعة 3 جالة. جالا ما صار شي من يلي حلمت فيه، كأنه فورال مو نفسه فورال. الحب يلي كان يحبني تحول هلأ العداوة. بدي يخلص هذا الكابوس، لو سمحتي ساعديني. أنا خايفة كتير يا جالا، ساعديني. ما فيني أوصل لأخي، بترجاكي أنت وصلي له وخدوني من هون. ما عاد أقدر أكتب لك بعد هلأ، فورال عرف. ما بدي يصير عليك شي مصيبة من وراي. سنان، حكيت مع شركة الأمن؟ ايه أمي، حكيت معهم. ما لاحظوا أي شيء مو طبيعي بأول فحص. قالوا شيء عادي وممكن يصير، والكاميرات تعطلت وما سجلت. وما عرفت تتعطل غير بهالوقت؟ شو هالصدفة؟ صراحة أنا كمان مو مقتنعة. لأنه واضحة أمي، يلي عمل هيك مسح التسجيلات. وأنا هيك حاسس كمان، بس شو هالشجاعة لحتى فات على غرفة الأمن ومسح التسجيلات؟ ها؟ يلي بيقدر يعمل هيك سفاهة توقع منه يعمل أي شي حياتي. الواضح إنه فات مثل الحية الخبيثة. إذا كان في ملف محذوف أكيد في نسخة احتياطية، بس لازم نستنى 10 أيام لحتى ناخد النتيجة. نستنى 10 أيام، المهم نعرف مين عمل هالعملة الواطية. مساء الخير عليكم كلكم. مساء النور. مساء النور، كيفك كنان؟ تمام بخير. وين أرماك؟ بغرفتها، طلبت مني ناديلك مشان تساعديها باللبس. طيب رايحة لعندها لكان. يلا معناتها قوموا على الصفرة. حياتي جهزتي؟ جهزت. شو هاد؟ الطوق اللي عطيتني اياه بالعرس، كنت عم فكر البسه اليوم على العشاء. بيلبق لك كتير. فيك تساعدني؟ قلت لك رح يلبالك أكتر من اللقلوة السوداء. معك حق. يلا بلا ما نتأخر.
عن جد ما عم أفهم كيف يعني شركة الأمن ما عم توضح خطأ مثل هاد. معقول يتعطل الجهاز بأكتر وقت ما لازم يتعطل فيه؟ ما بعرف، راسي ما عجمع شي. عم يقولوا لازم نستنى 10 أيام. شو هالحكي؟ مساء الخير. تأخرنا عليكم، لا تواخذونا. أهلا وسهلا سيد كنان. أهلين فيك سنان. أنا رح أحكي مع شركة الأمن بكرة، ما فينا نستنى 10 أيام، هذا وقت كتير طويل. أول عن آخر رح نعرف مين اللي سوا هيك. معك حق، لازم نعرف اللي عمل هيك بسرعة. إن شاء الله نعرف الفاعل بأسرع وقت. كل ما فكرت إنه لساته عم بيحوم حوالينا بتوتر كتير. سيدتنا، أنا ما بفهم كتير بأمور التكنولوجيا. إذا انحذفت المشاهد، يعني كل التسجيلات انحذفت، بس إذا رجعتوهن رح ترجع كل التسجيلات، مو هيك؟ يعني يلي بالحديقة والمطبخ. طبعا كل يلي تسجل هداك اليوم رح يظهر. هون؟ ايه اختي، هذا العنوان يلي حددتي لي اياه على البرنامج. طيب يسلموا ايديك. هذا بما انك اجيتي لهون معناتها صرتي توثقي فيني. القصة انك تثقي فيني، مو انا اثق فيكي. فورال زوجي، بلكي ما تعاونت معك وحكيت لفورال كل شيء. لو رح تساوي هالشي لكانوا رجال فورال هلأ هون. بعرف انك حابة تسألي عن اللي صار مع ناز، نحن بنفس الطرف. مين انتي؟ وشو هو هدفك؟ اسمي جالة، انا صحفية. ناز رفيقتي من ايام الجامعة، نحن كنا رفقات قبل ما تختفي وتروح فجأة. شو قصدك تقولي؟ احكي بوضوح. بعرف فورال منيح من أول ما بلشت علاقته بناز. كانوا بالبداية كتير مبسوطين، تزوجوا من بعض مع أنه أخوه عزيز معارض. وبعدين فورال تحول لرجال تاني، كان عم يغار على ناز وكأنه مريض نفسي. وبعدين عشقه الكبير تحول لجنون، ولما ناز قالت له أنه بدها تنفصل عنه صار يتهجم عليها. في مرة رحت مع ناز على المخفر وقدمنا شكوى على فورال، بس بعدين فجأة تبخرت الشكوى. لما عرفت هالشي وقفت بوش فورال. هو بوقتها هددني، خلى رجاله يراقبوني ويلحقوني. بعدين الجريدة اللي أنا بشتغل فيها نقلوني على لشبونة. عرفت انه فورال اجبرهم على هالشي، بس انجبرت اني روح. ليش؟ كان فيكي تبقي او فيكي تستقيلي. مفكرة انه انا ما جربت؟ انتي لسه ما بتعرفي لزوجك. هو خلى اسطنبول سجن لإلي، ما ضل قدامي غير حل اني روح على لشبونة. وناز قالت لي روحي، وهي كانت كتير خايفة إنه فورال يأذيني كمان.
أساساً قريتي يلي بالرسالة، قالت لي هي رح تكون الأخيرة. رفيقتي حمتني بس أنا ما قدرت أحميها. لما رجعت من لشبونة كانت ناز مختفية، لا اسمها ولا عنوانها ولا أي شيء. ليش ما خبرتي أخوها لناز باللي صار؟ روحتي لعند عزيز توبراك كانت مثل الانتحار. فورال خلى رجاله يراقبوا كل اللي بيحاول يقرب من عزيز. بالنهاية نصب له فخ وحطه بالحبس. اسمعي، أنا واثقة ومتأكدة إنه فورال ساوى شي لناز. ناز مستحيل تتركني وتترك أخوها وولاد أخوها بهاي الطريقة. ناز ما هربت، أنا بظن إنه فورال قتلها. لهالسبب محتاجة مساعدتك مشان نوصل للحقيقة. بعرف إنك عم تتحري عن اختفاء ناز. أنا صار لي فترة عم راقبك، بعرف إنك رحتي لعند المحامي وعرفت ليش أنتي رحتي لعنده. نحن عنا نفس الهدف يا هازال، إذا نحن تعاوننا مع بعض منقدر نكشف عمايل فورال. أنتي مجبورة تصدقيني، نحن لازم نصدق بعضنا يا هازال. ما قدامنا خيار تاني غير إنه نتعاون مع بعض. أنا ما بعرف وين ناز وإذا هي عايشة أو لا، والأهم من كل هاد أنا كتير خايفة إنه مصيرك يكون مثل مصيره. يعني رح يساووا حفلة الخطبة هون؟ لك أنت شو عم بتساوي؟ ليش عم بتعذبي حالك لهالدرجة؟ لازم الكل يتعودوا يا أمي، وأنا لازم أتعود. بنتي قد ما احترقت روحي تحترق ما عاد تفرق معي، لأني تعبت وبدي أخلص من هالوضع. آه يا بنتي، والله ما بعرف شو بدي أقولك هلأ. بترجاكي لا تقولي شي. ماشي، بس أنا ما بطلع من المطبخ ولو ثانية وحدة، ما بدي أشوف عيلة ديمير أوغلو. ماشي مثل ما بدك. أهلين وسهلين. المكان صار كتير حلو هازال. محل بسيط طبعا، ما بيشبه الأماكن اللي بتساووا فيها حفلاتكم. بالعكس بيناسب الفكرة يلي براسي. أنا بدي مكان بسيط ما يكون فخم وحس فيه بالدفى. فرحتيني. طب يلا قعدوا، أنا رح جيب الأغراض من السيارة. الحمد لله بنتي، باينتك منيحة. الحمد لله. بصراحة كل الفضل لكنان، ما عم يتركني بنوب، بيضل عم يهتم فيني، بيطعميني وبيغزيني. ايه وطبعا حبه أهم شيء. انت شو جايب ابني؟ نحن جبنا مناديل مكتوب عليها أسماءنا. معناتها خلينا ناخدن على المطبخ. تعال ورجيك وين. عن جد كتير عجبني هالمكان. وين بدك حطه؟ أعطيني. أنا تحريت عن شركة الأمن، هي كبيرة ومحمية. طيب شو رح نعمل؟ كيف رح ناخد التسجيلات؟ ما بعرف، لازم استشير الخال عزيز. ما بصير كنان بلا ما يشوف التسجيلات. هو عدو فورال، بلكي استخدمهم ضده. ما بثق فيه. ما بتثقي فيه؟ بس هو رجال قبضاي أكتر من ما بتظني. قلت لك ما بصير. أنا ما بدي أي حدا غيرنا يشوف تسجيلات الكاميرا.
اصحك ترتكب اي غلط مثل ما قلت لك بالضبط بتساويها وبعدين تختفي خليل. فهمت؟ ماشي ماشي فهمت عليك. لازم نساويها لحالنا. شو بعمل؟ بفوت على شركة الأمن بسر وبسرق الهارد؟ طبعا لا، المفروض انه نلاقي طريقة ونمسح التسجيلات ومن دون مساعدة اي حدا. تمام، معناتها ما رح اقول شي لخالي عزيز. ما عنا وقت، سمعت فورال هو عم يلاحق الموضوع. خلاص فهمت عليك، رح فكر ولاقي شي طريقة. لا تسرعيني. كينان، كينان شوفي الزينة يلي رح نستخدمها، أسماءنا مكتوبة على هدول. واتصلوا من محل الحلويات بدنا نروح لعندهم. تمام منروح لعندهم. معناتها خبروني شو بدكم مشان بلش بالتحضيرات بسرعة. ماشي رح خبرك فورا. بالأول طاولتنا رح تكون هون، وطبعا رح يكون في زينة فوقها ليكون المكان حلو. وبعدين بدي برأيي لو هون منعلق شاشة عرض مثلا نعرض صورنا عليها، وهون بوفيه مفتوح. طيب وفوق بدك شي خاص؟ ايه شموع، انا كتير بحب الشموع. تمام. يا سلام كتير بحب الشموع. وشوفي هدول أحرف أسماءنا أنا وكينان. وهدول بتحطوا ورود على كل الطاولات يلي هون. بوزعنا على الطاولات. بالضبط. وهدول فوق كل الكراسي، بس كل كرسي لون مختلف. أرماك أنت منيحة؟ ها؟ منيحة، على الأغلب تحمست زيادة. طيب يلا خلينا نروح، أرماك لازم ترتاح. بس الحلويات؟ لا تقلقي خلص منهتم فيهم بعدين. طيب بتشكركن على كل شي. لا حبيبتي لا تاكليهم، أنا بجهز كل شي. يلا بنتي حركي الشوربة مشان ما تلزق. عمتي أنا حطيت الصينية بالفرن، يا ريت تنتبهي عليها منيح مشان ما تحترق. ما رح نلحق، والله ما رح نلحق، نحن فشلنا وتبهدلنا من أول يوم. بس ملاك. مرحبا هزال خانم. شو بدك؟ فورال بيك بعتنا، رح نساعدكم مشان التحضيرات لحفلة الخطبة. ما في داعي، ما بدنا مساعدة منكم. شلون ما في داعي بقى؟ هلا كنتي عم بتقولي كيف رح نلحق؟ خليهم يضلوا ويساعدونا، وخاصة المسا نحن كتير بحاجتهم. ما في داعي نلحق لحالنا، ما بدي شي من عائلة ديمير أوغلو. أمي معها حق، المفروض يكون كل شي ممتاز وحلو هالليلة، وهي الليلة كتير مهمة بالنسبة إلي. ما بدي أصغر بعيون حدا ولا أتبهدل، خلي الرجال يساعدونا. أوف هازال أوف، صرعتي لي راسي. خلص ساوي اللي بدكن إياه، ما دخلني. تفضل معي رح ورجيك شو لازم تساوي. موسيقى
أرماك طالعة كتير حلوة. حبيبتي أرماك طالعة كتير حلوة. شكرا لك كتير. حضرة العريس، أنت أخذت أحلى بنت عنا، فاهتم فيها لأنه أرماك كتير مهمة بالنسبة لنا. وأرماك كتير مهمة بالنسبة إلي كمان، لا تقلقوا عليها. بتمنى لكم السعادة. بتشكرك كتير حبيبتي. إجا الدكتور، ترك كل المسؤوليات اللي عنده وإجا لهون، شفتي؟ أهلين دكتور، شكرا لأنك لبيت دعوتنا. العفو، واجبي إني كون جنبك بهذا اليوم. إن شاء الله ألف مبروك أرماك. شكرا لك. شرفتنا دكتور. شكرا، موفقين. شكرا كتير لك. العفو. أنا كتير حبيت هذا المكان. بحياتي ما شفت هيك سخافة. معقولة خطبة أرماك تنعمل بهيك مطعم عادي؟ خلص انسي دفنا، أساسا كل هالخطبة سخافة من البداية. هزال، وين أمك؟ أنا ماني شايفتها أن أجيت معك. ما رح تجي، شي طبيعي أنه ما تكون بيناتنا بعد كل اللي صار. عن إذنكم لازم اهتم بالضيوف، أنا صاحبة المكان. هلأ هزال حبيبتي لا تفهميني غلط، أكيد ما رح تشتغلي بخدمة الضيوف، مو هيك؟ فيكي تهتمي فيه بصفتك واحدة من العيلة. إيه؟ ممكن؟ رجاء. مع حق، إيه؟ خلي الموظفين يهتموا بهذا الموضوع لو سمحتي. إني أخدم زبايني بمطعمي مو إهانة إلي، بالعكس بيشرفني. بس لأنه ضيوفكم رح يفكروا مثلكم، لا تقلقوا ما رح أفضحكم. لو أنه تخلص الخطبة بأسرع وقت بقى. فورال، أنت شو وعدتني؟ لو سمحت، عم تشوف أختك أرماك كتير مبسوطة. أساساً مشانة عم بتحمله لصياد الزفت. أمي، خليل جاب الرسالة؟ لا، هالرجال عم يلعب لعبة وسخة. بس لتخلص هالخطبة، وقتها أنا رح ورجيك كيف بيصير اللعب. رح أطلع لبرا لشم هوا نظيف. بس يا ابني، رح يلبسوا الخواتم هلأ. لا تقلقي، رح أرجع فوراً، ما بطول. ماشي. هالليلة حلوة. ايه كتير حلوة. انا منتبه انه من شوي عم تدوري على فرصة لحتى تحكي معي. عيونك علي، عندي فضول اعرف شو يلي بدك تحكيه. انا لو كنت مكانك ما كان عندي فضول لهالدرجة لاعرف شو بدي اقول، لانه الموضوع ما رح يعجبك كتير. ليكي بلا لف ودوران، ماني فاضي لك، احكي يلا. بعرف شو ساويت بهزال، وبعرف ليش قبلت تتزوجك. انت شو عم تخبصي؟ فورال، بظن انه هزال ما قالت لك انه رحنا على دكتور نسائية. لا تخاف، هزال ما عنده علم بشي. يعني لهلأ انت وهي فهم علي، ما في اي مشكلة طبعا لهلأ. فورال بيك، امك عم تنادي لك، رح يلبسوا الخواتم. يلا فوت، المكان مو مناسب لنحكي بهالشي، بكرة منقعد ومنحكي بالموضوع. أنتي منيحة؟ طبعاً منيحة، بحياتي ما كنت منيحة هيك. وين كنت حياتي؟ طلعت لبرا لشم شوية هوا. تفضلوا. مساء الخير، أهلين وسهلين. فكرت إنك ما رح تجي على حفلة الخطبة. ليش لحتى ما أجي؟ أنا وكنان رفقات من طفولتنا، ما بتركوا بهالمناسبة. معك حق، لا تتركي، بس أخذوا رفيقك منك، شفتي؟
هو جنب خطيبته هلا. لكي اجت اختك. راجع. اخي احمد، اهلين وسهلين. اهلين فيكي. هزال عن جد المطعم تبعكم كتير حلو. شكرا لك. ايه برو، خلينا نروح لعند كنان. ايه منروح. يلا. هذا أخي أحمد. أهلين وسهلين. أهلين فيكي، شرفت بمعرفتك. وأنا. ألف مبروك. شكرا إلك. ألف مبروك أرماك. شكرا حبيبتي. ألف مبروك كنان. شكرا إبا. الزواج هو من أهم وأغلى وأقدس الشركات، ويلي مفرحنا كتير بنتنا ارتبطت بشريك شركتنا وخطت أول خطوة بهالطريق مع إنسان منوثق بكلامه وقلبه. وأنا بصفتي أم بقول إن شاء الله بالخير والبركة، وبتمنى لكم السعادة. ألف مبروك. شكراً لك. مبروك. شكراً. شرفتونا. مبروك. هاد لك هذا الخانم. هاي مصيبة، هاد دفتر مذكراتي. شو هالسخافة هاي؟ شو معناتها هالمسخرة؟ مين حط هالرسالة هون؟ طفوا الشاشة، يلا طفوها. أنا قلت لكم طفوا الشاشة. لك أنتم ما عم تسمعوا؟ طفوا الشاشة. كيف؟ إن شاء الله تكون هالهدية عجبتكم كتير يا جماعة. شو قصدك بهالسخافة؟ ها؟ يلي كتبت هاي الرسالة اختي ناز توبراك، او مثل ما انتو الكل بتعرفوا اسمها ناز ديمير اغلو يا جماعة، بس ما بعرف شو صار وهالرسالة ما وصلتني.
جوزيف هورال ديمير أوغلو، يعني هو الرجال اللي قدامكم، كتبت لي إنها كتير خايفة منه، وكتبت لي إنه خايفة يأذيها أو يساوي لها شيء. يعني حسب هالرسالة اللي من أختي، وباختصار يا جنان خانم، إجا الوقت لحتى نتحاسب يا آل ديمير أوغلو. أخي. أختي لا تخافي، ما في شي بخوف. شو يا سيد فورال؟ لما الموضوع يكون متعلق بإخواتنا ما بيضل في أي خوف، مو هيك؟ أنا بالنسبة إلي ما ضل أي شي خوفني. إجا الوقت لحتى ينكشف كل شي، وإنت هلأ رح توضح كل شي وتقول وين أختي وتعترف باللي ساويته فيها. عزيز نزل سلاحك، خلينا نحكي بهدوء، خلينا نحكي أنا وإنت لحالنا. بترجاك أرماك مريضة والتوتر مو منيح لصحتها، خليهم يروحوا من هون ونحن بنحكي. ما في أي حدا رح يطلع من هون، طالما ما شفقتوا على أختي أنا ما رح أشفع على أي حدا. هلأ مو وقتها خال عزيز. لا تتدخل كنان، هذا الموضوع لازم ينتهي هون. ما في شي ممكن ينتهي بهي الطريقة. اسمع أنت عزيز، بكفي بقى، شو مفكر حالك عم تساوي؟ ما حدا بيقدر يوقفني بعد هلأ. كنان مشان الله ساوي شي. يلا لشوف، يا أما أقول أو هلأ أنا رح فجر لك راسك. خال عزيز بترجاك وقف، نزل سلاحك، إذا صار شي لأرماك بتتحمل الذنب. نزل سلاحك وروح احكي أنت وفورال بلا عناد. الموضوع رح ينتهي هلأ كنان، رح أعطيك مهلة 5 ثواني، يا بتحكي هلأ يا بأوصك براسك. عزيز 5. مشان الله اترك هالسلاح ولا تساوي شي. هالموضوع رح ينتهي هلأ. 4. بترجاك اسمعني ولا تعملها. عزيز بترجاك لا تعملها، فورال ما إله ذنب. عزيز عزيز الله يخليك اهدى، نحن ما عملنا شيء، اختك تركتنا كلياتنا، راحت وما عطتنا خبر. 3. اذا بدك قوصني الي بس اترك فورال. 2. واذا كان في حدا مثلي. عزيز نزل السلاح بسرعه. يا ولد خليك عاقل، نزل سلاحك. نزل سلاحك كينجا، يلا نزل سلاحك بعد والا بقوصه. واحد انتهى وقتك يا فورال. سويتي نسخة عن المفتاح؟ ها؟ كنت رح أنسى؟ الخزنة بالغرفة بآخر ممر على اليسار. ماشي. تعالي فورال كتير رح ينبسط بشوفتك. بتمنى. أنا رح أطلع، بيسكروا الشركة بعد ساعة من هلأ، اليوم خطبة أرماك، استني هون بعدين بتطلعي. إذا في شي متعلق بناز فهو بالخزنة.